شريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني يا جماعة اخباركم ايه؟ تعالوا كده هوريكم الامكان ده. بصوا احنا دلوقتي خلاص بعد صلاة العشاء حوالي ساعة وشوية خرجت من باب رقم 303 مباشرة. باب رقم كام؟ 303. جيت هنا هدايا. بصوا هدايا بالهبل زي ما بتقولوا كده، هدايا كتير جدا على ريال واحد بس، هدايا وطمر وكل حاجة بجد، اسعار رخيصة جدا. واقفين اول ما نخرج من باب رقم 303. شوفوا عربيات كتير واقفة، هدايا على ريال وسجادات الصلاة على 10 ريال فقط. بصوا شايفين هدايا على ريال واحد فقط. وشوفوا حتى التمر اللي هو الرطب السكري المستوي ده اللي هو كلنا بنحبه، واقفين الكرتونة 2 كيلو ب10 ريال. الكرتونة 2 كيلو ب10 ريال فقط بيبيعوا التمر هنا. بجد اسعارهم رخيصة جدا، يعني شايفين السوق، شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا واقفين بالجلاليب والازدالات يا جماعه ب10 وب5 ريال بس، شايفين شايفين الطرح والازدالات، بصوا ب5 و10 ريال بس، شايفين ازدالات جل اهي، الازدالات الجل يا جماعة على 10 و15 ريال. خرجنا من باب رقم 303 اهو، مشيت على رجلي يا دوب دقيقتين بالظبط، دقيقتين وكنت هنا في السوق. هدايا كتير جدا رخيصة بريال واحد بس، ولعب اطفال وتمر وازدالات وجلاليب رجالي وكل حاجة رخيصة جدا. شايفين احنا هناك سوق بلال اهو، شايفين هناك، هنا سوق بلال، لكن هنا سوق تاني، ده سوق تاني الناس واقفة بيه هنا كده، عربيات كتير قوي، عربيات كتير وهدايا على ريال واحد فقط. بصوا جمال السبح ما شاء الله، كل ما تبعدوا شوية بتلاقوا الحاجات أرخص. شايفين أدي عطورة هي وحاجاتها هي على 5 و10 ريال، والحنة حنة المدينة والسبح. شايفين الأسعار رخيصة ازاي، والكحل الأسمى ده شايفين الهدايا وجمالها، شايفين جلاليب الاطفال اللي ب10 و15 ريال. بصوا شايفين الحاجات اللي بتتباع في المحلات غاليه وهنا رخيصه جدا. باب رقم 303 يا جماعه قدامي مباشره اهو، احنا كده تحت الكوبري اهو، شايفين كل دي هدايا رخيصه اهي على ريال واحد، ازدالات على 10 ريال، التمر رخيص جدا هنا 2 كيلو ب10 ريال. بصوا المكان ما شاء الله،
شايفين الهدايا وجمالها يا جماعه والاكسسوارات. بصوا اذكروا الله كده وصلوا على سيدنا محمد. شايفين ما شاء الله السوق كل حاجه موجوده هنا اهو، يعني ارخص كمان من الاسواق جوه. شايفين بصوا عطر الكعبه 10 ريال 10 ريال. شايفين ما شاء الله عايزين يا جماعه بالحبه هتلاقوا، عايزين بالدسته 12 حبه هتلاقوا ب 10 ريال بس، ال 15 وال 12 حبه ب 10 ريال بس. شايفين عشان انتوا لو لسه في المدينه او هتيجوا زياره للمدينه، السوق ده بعد صلاه العشاء موجود، وعندهم البخور وعندهم كل حاجه رخيصه. شايفين البخور؟ يعني بجد ما شفتش اسعار ارخص من كده. بصوا ادي جلاليب رجاله اهي، تعمل اساله كده بكام؟ كام الازدال لو سمحت؟ شوفوا 15 ريال اهو الازدال ب 15 ريال فقط. في واحد مفتوح في كيلو واحد كده، بصوا ب 15 ريال فقط الازدالات الكبيره اهي. شايفين الجلاليب؟ ادي جلاليب رجاله اهي. بكام الجلاليب الرجاله لو سمحت؟ 20 ريال الجلابيه على 20 ريال اهي، الجلابية على 20 ريال فقط. انت كنت بتسألني من شوية على الجلاليب الرجالي، ادي هنا لقيت اهو جلاليب على 20 ريال فقط. شايفين ما شاء الله دي الوان واشكال اهي من الجلاليب، 20 ريال فقط يا جماعة اهي جميع الالوان. ادي 20 ريال فقط جلاليب الرجال اهي، والازدالات الجيل اللي انتوا كلكم بتحبوها اللي سألتونا عليها دايما، بصوا 15 ريال فقط. وخمار الاطفال هنا برضه 3.5 ريال. شايفين الهدايا وجمالها؟ شايفين الناس دي نفعوها، الناس دي بجد يعني اسعارها حلوه جدا. وسجاجيد الصلاة بصوا 10 ريال بس، بصوا سجاجيد الصلاة 10 ريال بس اهي. شايفين ما شاء الله يا جماعة الأسعار حلوة جدا رخيصة. انتوا لو هتجيبوا الدستة بس ب 10 ريال فيها 15 أو 12 حبة رخيصة جدا بالنسبة لكم. بصوا السبح جمالها، شايفين بريال واحد بس وريالين. شايفين كل حاجه موجوده، التمر موجود اهو كل حاجه سعرها حلو. شايفين عربيات واقفه بالتمر بتبيعه رخيص جدا، التمر هنا رخيص. بصوا عجوه المدينه، شايفين التمر؟ العربيات اللي هنا بتبقى جايه من المزارع على طول بتبقى واقفه بيبيعوا التمر رخيص جدا عن المحلات. انتوا شايفين اللايف ولا ما بتتكلموش ليه؟ انا مش شايفه حد بيتكلم ليه؟ لعب اطفال وحنا المدينه وكل حاجه رخيصه هنا. ما شاء الله اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين التعليقات؟ شايفين بصوا كم سعر؟ 3 ريال. شوفوا 2 و3 ريال، بصوا 2 و3 ريال. الجلاليب الرجالي قاعدين بها ب 20 ريال فقط وخامتها جميله جدا. الجلاليب الرجالي واحد قاعد فرش بيهم اهو ب 20 ريال بالنسبه للجلاليب الرجالي، والاسدالات النسائي ب 15 ريال فقط. شايفين خرجت من باب رقم 303 على طول مباشرة، هتلاقوا السوق، هتعدوا الكوبري وهتلاقوا السوق ده في كل حاجة، كل الهدايا
كل الهدايا كل الاسعار يا جماعه، من اول ريال السبحه. شايفين بقى التمر، عربيات التمر جايه من المزارع مباشره اهي، شايفين ما شاء الله. بصوا التمر رخيص ازاي، الكرتونه 2 كيلو ب 10 ريال بس. كم سعرها لو سمحت؟ 5 ريال؟ دي جنينه. اه ما شاء الله 5 ريال فقط. عايزه اتنين لو سمحت. عندك عجوه المدينه ولا مفيش؟ مفيش، بكره ان شاء الله خلص. ما شاء الله بكام الرطب؟ ب 15، الواحد ب 10. اه ما شاء الله، الاثنين ب 15 فيها 2 كيلو صح؟ 2 كيلو ما شاء الله. شايفين ب 5 ريال بس، بصوا التمر ب 5 ريال. بصوا ب 5 ريال والرطب 06، الاثنين ب 15 ريال. يعني بص الكرتونتين ب 15 والكرتونه لوحدها ب 10. شايفين جمال التمر؟ بصوا ب 5 ريال فقط اهي. الهدايا يا جماعه، الهدايا تعالوا. وكياس التمر اهي ب 5 ريال. 5 ريال فقط يا جماعه. اديني اتنين لو سمحت. بصوا العربيات كلها واقفه جايب التمر مباشره من المزارع، ورخيصه جدا وطازه. يعني تعالوا ندفعوا الناس دي يا جماعه، الناس دي بجد اسعارها حلوه قوي. استنى هجيب التمر ثواني. اتفضل. شايفين بجد سوق رخيص جدا، لازم تيجوا هنا ان شاء الله لما تيجوا زياره للمدينه. العلبه ب 5 ريال يا بلاش والله. بصوا يا بلاش، يا بلاش التمر. شكرا الله يعافيك. شايفين التمر اللي بتباع العلبه ب 20 ريال، هنا ب 5 ريال بس اهو. هنا ب 5 ريال فقط. لسه العربيات جايه من المزارع، العربيات لسه جايه من المزارع يا جماعه وجايه طازه. بصوا العربيات، التمر ده انا تقريبا الكرتونه اللي شاريها اول امبارح كانت ب 30 ريال. الرطب الاصفر ده شارياه الكرتونه ب 30 ريال. تخيلوا ب 7.5، 2 كيلو الرطب السكري اللي هو لونه اصفر ده. بصوا شاريها ب 30 ريال، وهنا بكام؟ ب 7.5. لو خدت كرتونتين ب 7.5، لو خدت كرتونه واحده ب 10 ريال بس. شايفين؟ ده التمر الرطب الاصفر، كل الناس بتحبه طبعا. شايفين سعره رخيص ازاي؟ شايفين الناس ما شاء الله بتاخد منهم ازاي؟ اسعارهم حلوه جدا جدا، يعني هتلاقوا التمر والهدايا والسبح وكل حاجه موجوده. كل حاجه موجوده يا جماعه. انا خرجت لما كنت فاتحه لكم اللايف، خرجت التليفون كان هيفصل مني، فشحنته شويه في الباور بانك، جيت لقيت السوق ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. كل حاجه موجوده عندهم، كل حاجه، التمر والسبح والجلاليب. واحنا بعيد عن سوق بلال، يعني بصوا سوق بلال هنا اهو، ده مسجد سيدنا بلال، وما دخلش السوق جوه، لا ده دي اللي هي المحلات اللي بره، واقفه كده في تقاطع الطريق. تمام، تخرجوا من باب 303 هتلاقوا المحلات دي كلها. اتضحك عليك التمر بيتباع ب 5 ريال؟ لا، ما اتضحك عليا، من يومين جبت اللي هي كرتونه الرطب دي ب 30 ريال. انا قلت بقى ايه، هو لسه في الموسم ولسه طالع، انا بحب التمر اللي هو الرطب الاصفر ده، فاللي هو قلت لا فاجيبه بقى ايه، لسه طالع فاكيد الموسم بتاعه غالي. فالمهم دلوقتي لقيت الراجل بيقول لي خدي الكرتونتين 4 كيلو ب 15 ريال، ولو هتاخدي كرتونه واحده ب 10 ريال فقط. فانا فعلا اتضحك عليا. ما كنتش عارفه ان الاسعار هنا ما شاء الله بجد، يعني السبحه بريال واحد، بريال واحد بس. الطواقي والجلاليب، الجلاليب ب 20 ريال فقط. شايفين هنا بقى سوق ايه؟ سوق بلال اهو. هنا سوق بلال على يساري، والجهه الثانيه المقابله لسوق بلال سوق الطباخه. سوق الطباخه عشان الناس اللي بتسال على اكل والحاجات اللي موجود فيها، المطاعم الفطار او غدا، سواء الاسماك اللحوم. سوق بلال اهو على يساري، هتخرجوا من باب 303 من البوابات الخارجيه للمسجد النبوي. الجهه المقابله لسوق بلال سوق الطباخه اللي فيه الاكل وفيه كل حاجه. احنا خلاص اهو احنا في المحلات اللي بره خالص. تمام، مش محلات بقى، لا ده دي عربيات واقفه اسعارهم رخيصه جدا. العربيات اللي هي جايه بالتمر دي بتلاقوها واقفه، وبتلاقوا العربيات لسه جايه بالتمر طازه، بيبقى طالع لسه من المزارع. فاهمين قصدي؟
بيكون طازه لسه من المزارع. هنا بقى سوق بلال، ده مسجد سيدنا بلال. عندكم السوق من الخارج في برضه هدايا وفي تمر وفي كل حاجه، وفي السوق من الداخل في بقى اللي هو سوق الذهب وفي برضه هدايا وفي كل حاجه. شفتوا المكان عرفتوه؟ لو عندكم اي سؤال بقى استفسار قولوا لي. ده السوق اهو اللي كنت بصور فيه، ده السوق اللي هو واقفين بيه بره العربيات كنت بصور فيه، وده سوق بلال. ده سوق بلال. شايفين سوق بلال ده من الداخل اهو، في محلات الذهب كلها موجوده في سوق بلال واسعارهم حلوه جدا. فنعدي بس الطريق، وعندهم برضو محلات هدايا وكل حاجة. شايفين الناس دي اللي واقفة، هي اللي حاجتها رخيصة قوي. جاوبين الله يرضى عليكي. طب ما انتوا ما بتكتبوش تعليقات، انا مش شايف اي تعليق لكم خالص. انا جاي لي الناس بتشاهد بس، ولا حد حتى بيعمل لايك ولا اي حد، يعني انتوا بتشاهدوا بس وخلاص. اكتبوا التعليقات وانا معاكم هشوفها. شايفين احنا هنا في اسواق الذهب اهي يا جماعه، في سوق بلال من الداخل اسواق الذهب. كل دي اسواق الذهب في المدينه المنوره في سوق بلال، ذهب وفضة واكسسوارات وعبايات وكل حاجة موجودة هنا. وبعدين المكان هنا مكيف ما شاء الله، يعني هنا بقى تكييف، يعني بصوا هنا مش هتحسوا بحر. المكان هنا من الداخل كله مكيف. بصوا السوق بقى سوق بلال من بره. كم جرام الذهب بسعره على النت ب 208 من غير المصنعيه والضريبه؟ 208 من غير المصنعيه والضريبه. المصنعيه من اول كام؟ 15 ريال. شايفين هنا برضه هو سوق بلال. شايفين هنا سوق بلال الجلاليب اهي، والعبايات ب 30 ريال. بصوا شايفين، ربنا يوعدكم ان شاء الله ويرزقكم جميعا بزياره المدينه يا رب. الذهب عيار كام عندهم؟ عندك انت عايزه 21 موجود، 24 موجود، عيار 18 موجود. حنا المدينة. شايفين ما شاء الله السوق وجماله، كل حاجة برضو موجودة هنا عندهم. بصوا الميزان ده بتاع شنطة السفر، عشان لو انتم مسافرين وعايزين تقيسوا توزنوا الشنطة. شايفين السوق ده السوق من الداخل بقى. شايفين ما شاء الله برضو هنا الاسعار حلوه. بص السوق الحنه ب 5 ريال، كيس الحنه ب 5 ريال. طبعا اي حد لازم يجي المدينه لازم ياخد حنه المدينه وهو مسافر. وشايفين برضو الستات اللي قاعدين هنا الازدالات معاهم برضو رخيصه، هنا باجي اخد منهم على طول. بصوا عندهم برضو الاسعار هنا رخيصه جدا. ادي جلاليب رجالي يا جماعه ب 20 ريال اهي، الجلاليب الرجالي ب 20 ريال فقط، عشان لما تيجوا المدينه ان شاء الله تبقوا عارفين تشتروا الهدايا بتاعتكم منين. لما تيجوا ان شاء الله زياره المدينه تبقوا عارفين تشتروا حاجتكم منين وباسعار كويسه. ادي عجوه المدينه اهو.
عجوة المدينة، بيبيع عجوة المدينة. شايفين ما شاء الله السوق مزدحم ازاي، الناس بتيجي تجيب الهدايا من هنا. ادي الازدالات، بصوا الازدالات. شايفين الازدالات اهي ب10 او ب15 ريال. فاسعارهم حلوه قوي يا جماعه هنا ما شاء الله. شايفين الجلاليب؟ حبيبتي يا ام ملك الله يسعدك يا رب. شايفين محلات تمور برضو هنا اهي، وكل حاجه موجوده. شايفين اللي هم اللي بيقعدوا هنا دول بالازدالات حاجتهم رخيصه قوي. بصوا الاسعار عندهم ارخص من المحلات من جوه. شايفين الهدايا والحاجات عندهم رخيصه ازاي. ده سوق بلال بقى، ده سوق بلال. بصوا ده سوق بلال. ما شاء الله. اين هذا السوق؟ السوق في المدينة المنورة. السوق في المدينة، في المدينة المنورة السوق. الازدال ب15 ريال، الازدال ب15 ريال فقط. إيه فاتن لما زرت المدينه ما عرفتش اشتري، لا المره الجايه فاتن اكتبي كل الاماكن دي عندك، اكتبي سوق بلال، والناس اللي هي قاعده قدام سوق بلال دي برضو عندها الاسعار رخيصه جدا، واكتبي كل الاسواق اللي انا بقول لكم عليها دي. لما تيجوا ان شاء الله زياره للمدينه تستفيدوا من كل حاجه انا بقولها لكم. بصوا قدام السوق برضو المحلات، قدام المحلات شايفين ادي جلاليب الرجال اهي، شايفين اهي دي برضو كل دي جلاليب رجالي. اما نشوف العطور كده عندهم بكام. دي برضو علب عطور الهدايا اهي، بصوا دايما دي تسألونا عليها. شايفين ب10 ريال فقط اهي. بصوا علب هدايا البرفون العطور ب10 ريال. السوق ده انا صورت لكم منه، ده سوق كبير جدا يعني. بصوا كل ما تخرجوا بتلاقوا ناس كتير جدا قاعدين اسعارهم رخيصه قوي. يعني انتوا لما تيجوا ان شاء الله تاخدوا جوله هنا اسالوا على المحلات، اسالوا شوفوا الاول الاسعار، واسالوا الناس اللي قاعده بره دي كلها الاسعار عندها رخيصه جدا. هتسالوني تاني خرجت من باب كام من البوابات الخارجيه للمسجد النبوي. اهم حاجه نصيحه ليكم عشان ان شاء الله لما تيجوا زياره للمدينه كل البوابات اللي بتدخلوا منها وتخرجوا منها الاسواق خليكم حافظينها، خليكم حافظين البوابات، لان هي دي اللي هتسهل عليكم ان كنتوا تتنقلوا، سواء رايحين سوق، رايحين تزوروا مثلا مزارات وهكذا، عشان تبقوا عارفين انتوا خرجتوا من اي بوابه. فالبوابه اللي انا خرجت منها 303، هتلاقوا حوالين السوق ناس كتير جدا معاهم عربيات هدايا وفرشين بالجلاليب والازدالات زي ما انتم شايفين كده. والسبح ب10 ريال بس، الدسته ب10 ريال، الدسته دسته فيها 12 حبه ب10 ريال. شايفين الحاجات معاهم اسعارها حلوه قوي. والتمر اللي كان مع الناس دلوقتي، عربيات التمر دي كلها رخيصه جدا، عربيات التمر دي كلها رخيصه يا جماعه. لو عايزين تمر بالجمله ولا حاجه، بصوا هنا برده سوق تاني اهو. شايفين ناس معلقين جلاليب نسائي ب20 و30 ريال بس. طبعا كل الناس لما بتيجي زياره للمدينه كلنا ظروفنا مش زي بعض، في ناس بيبقى معاها مبلغ قليل جدا فبتبقى عايزه تجيب حاجات بسيطه باسعار كويسه بحيث اللي هي تفرح الناس اللي حواليها، اولادها بناتها كده. فعشان كده انا دايما بصور لكم الاسواق اللي هي فيها اسعار كويسه
عشان ان شاء الله لما تيجوا المدينه المنوره تستفيدوا وتجيبوا حاجات بسعر قليل. تمام. خلي اللايف ما تمسحهوش. لا انا ما بمسحش اي لايف خالص. انا بعمله ما بمسحش يا بنات اي لايف انا بعمله، بسيبه على الصفحه. كل اللايفات اللي انا عملتها موجوده على الصفحه. وعامه سوق بلال انا صورت لكم منه قبل كده كتير، يعني سوق بلال مش اول مره اصور لكم منه، ولكن النهارده كان عن الناس اللي موجوده بره بالهدايا، فاسعارهم بصراحه كويسه جدا. التمر رخيص قوي، يعني بخمسة ريال وسبعة ريال دي مش هتلاقوه في اي مكان تاني. ادعي البنت رانيا تنجح في البكالوريا، ربنا يا رب ينجحها ويحفظها، اللهم امين، وينجح ولادنا جميعا يا رب. اللي يشوف اللايف يا جماعه ويستفيد منه، مش عايز اكتر من دعوه حلوه بس من قلوبكم، ربنا يا رب كده يكتب لنا التوفيق والتيسير من عنده ويكرمكم جميعا بزياره المدينه ان شاء الله. فندخل السوق جوه ونعدي الجهه الثانيه بقى. ماشي. البرفانات دي بخمسة ريال في مول واي فايف. ايوه طبعا صح، واي فايف. في قلت لكم اللي انا صورت لكم منه قبل كده كل البرفانات والبخور، بس لا مش برفانات بس، ده بخور كمان بخمسة ريال. ولكن انا بتكلم في نقطة ان ده سوق قريب من الحرم، واو فايف محتاج انكم تاخدوا عربية، تاخدوا سيارة وتروحوا لواو فايف. لكن دي كلها يا جماعة السوق ده قريب من الحرم، تاخدوه مشي كده على رجليكم. اسواق مكة عندك سوق الكعكية وسوق العتيبية، كلهم اسعارهم كويسة جدا. سوق الكعكية وسوق العتيبية ربنا يسعدكم يا رب. تعرفي اماكن زي واو فايف؟ عندك عالم الوسام، المحلات اللي بخمسة ريال كتير جدا هنا في المدينة. عندك اللهم صلي على سيدنا محمد. عندك عالم الوسام. مساء الخير عليكم يا حبايبي. شايفين ما شاء الله كلها معتمرين وحجاج جايين بيشتروا هدايا من هنا. جزانا واياكم يا رب. بجد ريحه الهدايا وريحه السوق ما شاء الله كل حاجه جميله قوي. طبعا الناس اللي بتقعد تقول لي نشتري من مكان تاني وارخص ومش عارفه ايه، مش هتلاقوا هدايا زي هدايا المدينه طبعا يا جماعه. طبعا ليها ريحه كده وليها احساس مختلف. ايوه عندكم لايف على الصفحه موجود، ادخلوا في الفيديوهات قسم الفيديوهات بتاعت الصفحه. نزلوا اللايفات تحت هتلاقوا مكتوب بس مباشر من عالم الوسام. ولكن انا بما اني بقول لكم الكويس والوحش، بالنسبه ليا واو فايف في اوبشن اكتر، في برفانات اكتر، في هدايا اكتر، في بخور اكتر. فبالنسبه لي واو فايف كان في بجد حاجات معروضه كتير جدا افضل. عالم الوسام برضه موجود وبخمسة ريال فقط كل حاجه، كل حاجه بخمسة ريال بالنسبه للعطور والبخور. ولكن واو فايف بصراحه كان في ما شاء الله كميه وحاجات متنوعه ومختلفه بالنسبه للعطور. شايفين كل دي حاجات هدايا وعطور وبرفانات وكل حاجه. طب خلاص اقفل معاكم لان خلاص موبايلي قرب يفصل شحن. اشوفكم ان شاء الله على خير في بث تاني قريب.
ولو في اي حاجه، اي سؤال، اي استفسار، اي اماكن تانية عايزين نزورها سوا، وراح اعمل لكم تغطيه منها، اكتبوا لي في رسائل الصفحه، وان شاء الله اشوفكم تاني على خير في بس تاني قريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.